عندك اولا سؤال بيقول لك، السؤال بيتكلم على حاجه اسمها درجه الغليان. اسمه سؤال ايه؟ درجه الغليان. سؤال درجه الغليان ده بيجي في الامتحانات كتير. وايه اللي بيطلبه منك؟ ادي لك السؤال واقول لك الفكره هتعمل ايه وتذاكره ازاي. عندي اربع اختيارات، الف وب وج ود، وازود الخامس هي. عندي اربع حلل على النار، تخيل معايا كده. الحله الاولى فيها دي ميه ودي ميه ودي ميه ودي ميه ودي ميه. واحده فيها كلوريد صوديوم، ميه بس كلوريد صوديوم، ميه وحديد اثنين، ميه والومنيوم AlCl3، وعندك ميه و Na2CO3 وميه بسكر. مين فيهم اللي درجه غليانه كبيره؟ مين فيهم الحاله اللي على النار دول الخمسه دول اللي هيحتاج لدرجه غليان عاليه، اللي هيحتاج لدرجه حراره عاليه، اللي هياخد وقت كبير على ما يغلي؟ طب وده انا احله ازاي؟ بيعتمد على عدد الايونات او عدد مولات الايونات. يعني ايه مش فاهمه؟ عندك هنا بمسك مركب مركب واطلع منه عدد المولات. حضرتك مش ده صوديوم وده كلور، كم صوديوم؟ كم كلورة؟ يبقى ده 2 مول ايون، يعني ايونين. اللي بعده FeCl2 كم حديدة؟ كم كلورة؟ يبقى 3 مول ايون. اللي بعده كم الومنيوم؟ كم كلورة؟ يبقى ده 4 مول ايون. اللي بعده Na2CO3، ودي الناس هتقبل فيها دلوقتي. بص كده انا عندي هنا اهو، اسمع، كم صوديوم؟ 2 1. كم كربونات؟ 1. اصل الكربونات كربونه وثلاثه اكسجين مع بعض، دي كلها على بعضها حاجه واحده اسمها CO3. بالظبط زي ما بقول لك، انا ايدين ورجلين، ده معناه ان انا اربع حاجات. هل ده معناه ان انا اربع تنفار؟ حضرتك انا واحد بتكون من ايدين ورجلين، ده حاجه واحده بتتكون من كربونه وثلاثه اكسجين، فدي اسمها وحده كربوناته. واحده ثانيه يبقى ده كده كام مول ايون؟ 3. واحدة تانية بس أنا أثبت المعلومة. طب بص كده، AL NO3 الكل 3. هنا بقى كم ألمونيوم؟ 1. كم نترات؟ 3. 1. 4. صعبة دي. السكر بعوض عنه بواحد. ليه؟ لأن السكر ما بيعملش أيونات، ما عندوش أيونات السكر. السكر ما عندوش أيونات. بيعمل روابط هيدروجينية. ما بيتفككش الايونات، فبعوض عنه في الامتحان بكام؟ 1. بعد اذن حضرتك، مين اكبر رقم هنا؟ 4. يبقى ده الاجابيين، وهو الاعلى في درجه الغليان. يعني يا مستر حسام لو جالي سؤال درجه غليان، اسمع، لو جالي سؤال درجه غليان اول حاجه بفكر فيها بروح اعد مولات الايونات بتاعتي. اللي عنده ايونات كتير درجه غليانه هتكون كبيره.